لو دلال يبقى لسه والسنه دي لسه خاصه وجبنا من الطريق ريقه للجمال والجمال من غير بوليكا مش محتاج ميكا بانتيكا زي ما احنا غنانا اهو من غير مزيكا زيكا زيكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي المشاهدين متابعي قناة الصحة والجمال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 100 طريقة للجمال. زي ما تعودنا مع حضراتكم بنقدم كل ما هو جديد في عالم الطب وبالتحديد عالم الجمال. النهاردة موضوعنا مش جديد بس هيكون موضوع مختلف، هنتكلم عن استخدامات الليزر في علاج الأمراض الجلدية. هنعرف استخداماتها، أنواعها، ايه الاسئله الشائعه اللي موجوده النهارده، هل ده بيسبب امراض ولا لا، كل ده هنعرفه النهارده مع الدكتور اللي مشرفني في الاستوديو، الدكتور محمد عادل ابراهيم اخصائي الامراض الجلديه والتجميل. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا. ازيك؟ اهلا بحضرتك يا دكتور، شرفتني النهارده. دكتور في البدايه كده، طبعا احنا عارفين استخدامات الليزر في الامراض الجلديه بقى منتشر دلوقتي، احنا عايزين نعرف في البدايه كده ايه هي استخدامات الليزر او بنستخدمه ليه وامتى. تمام، تعريف كده في البدايه نعرفه مبدئيا كده علشان يعني نحاول ندي معلومه مفيده عن الليزر. بص، في انواع كتيره خالص موجوده من الليزر، بدايه من ظهور اصلا فكره الليزر من ايام الستينات دخوله مصر، او بدا يعني انتشر على لو محتك بالناس بقى في استخدامات الامراض الجلديه بدايه من التسعينات مثلا. ممكن نقسم بقى اصلا الاستخدامات حسب، طبعا يعني اجهزه الليزر تتقسم حسب طول الموجي لكل جهاز. تمام، بحيث ان كل جهاز بيشتغل على حاجه معينه. اكتر حاجه شائعه طبعا لو احنا جينا في العياده العاديه، اكتر حاجه شائعه الناس تخش تسال على ازاله الشعر بالليزر. ازاله الشعر بالليزر ده اكتر حاجه الناس مهووسه بيه او شايفه ان هو يعني حل سريع لمشكله الشعر في الجسم وكده. بيستخدموه في كل يعني في كل الامراض، في ازاله الشعر مثلا؟ لا، ما خاصه بازاله الشعر. كده بنتكلم على نوع واحد بس من الليزر، هو اللي ازاله الشعر. وكمان لما نيجي نتكلم على ازاله الشعر ده كام جهاز، لان حسب نوع البشره. خلينا ما ندخلش في الانواع في الاول وخلينا نتكلم عن الاستخدامات. ندي عامه بس الاستخدامات. استخدامات كده يبقى قلنا ازاله الشعر ده اكتر حاجه شائعه، اكتر ده الموست كوم. الاستخدام الثاني يعني لو جبنا الاكتر شيوعا للاقل جهاز اللي هو الفراكشنال ليزر، اللي هو لما نيجي نتكلم على اثار حب الشباب، الندبات، اي حد عنده ندبه، جرح من اي جرح بسيط في الوش او في اي منطقه في الجسم، بيستخدم جهاز الفراكشنال ليزر ده، بيدي نتائج رهيبه فيه وكان حل جذري للندبات عامه. اي حد زمان عنده ندبه ده بقت علامه في وشه وخلاص ما عادش ليها حل، ومهما يدهن كريمات ما فيش اي نتيجه. لما نيجي نستخدم جهاز الفراكشنال ليزر نتائجه رهيبه فيه، ده عمل ثوره كبيره جدا في علاج بقى امراض ما كانتش ليها حل عندنا. بالنسبه للاستخدامات ده جهاز. تاني جهاز نيجي نتكلم على اكتر استخدام شائع بعدها، الوحامات عامه الشائعه. الشائع في الوحامات ايه؟ في وحامات دمويه وفي وحامات صبغيه. الوحامات الدمويه اللي هي بيشتغل عليها برضو نوع معين من الليزر اسمه الاندياج ليزر، ده بطول موجي معين بيضرب الوعاء الدموي بحيث ان هو يقفله فيشيل الوحم، كانت حلها قبل كده جراحه ويسيب اثره وكده، فلما دخل الليزر فيها عمل ثوره كبيره فيه. طبعا الاستخدام بتاع الوحامات الصبغيه، احنا معانا صوره للاجهزه. ده جهاز اللي هو الكي سويتشد اندياج، ده بالنسبه للانواع. ده احنا بنتكلم على الانواع. مثلا ده الكي سويتشد اندياج ده متخصص في الوحامات الصبغيه، كنت لسه هقول لك هو الوحامات الصبغيه، ف ده بيستخدم في الوحامات الصبغيه والتاتو او اللي هو الوشم. كان برضو اللي بيعمل وشم خلاص وشم وما يروحش طول عمره او بقى يحرقه او الكلام ده. دلوقتي استخدام الجهاز ده عمل ثوره ان هو شال الوشم، وهتيجي صور بعد كده هوريك الجهاز ده الوشم قبل وبعد. طب والجهاز ده؟ الجهاز ده اللي هو بتاع الليزر اللي هو ازاله الشعر، ده احدث جهاز موجود في مصر. في نوعين ليزر في نفس الجهاز بحيث ان يحاول يغطي لي البشره السمراء، كان قبل كده ملهاش حل مع ازاله الشعر، كان بيعمل مشاكل معاه، فظهر نوع من انواع الليزر بحيث ان يتارجت الشعرايه فقط بدون ما يعمل اي مشاكل في الجلد. ومعاه الالكسندرايد ليزر اللي هو برضه علشان البشره الفاتحه. والجهاز ده يا دكتور ده الفراكشنال ليزر، ده اهم جهاز في عياده في اي عياده ليزر.
ده بتاع الندبات بتاع ده الموجود باستمرار في اي دكتور ده يعني اللي عايز يجيب ليزر ومش معاه يجيب الاجهزه كلها يجيب ده. ده اكثر استخداما، ده اكثر استخداما يعني. للندبات الاخرام بتاعت حب الشباب، عايزين نشيل الصنط وعين السمكه والحاجات. طب والجهاز ده ده لو جينا نتكلم، ده نوع تاني من انواع الليزر مختلف عن التانيين. احنا كنا قلنا الليزر الشائع فيه ازاله الشعر، ده نوع من انواع الليزر بيعيد نمو الشعر. بنستخدمه في حالات تساقط الشعر سواء في السيدات او الرجال. ساعات بنضيف معاه طبعا جلسات البلازما او الميزوثيرابي او الجروث فاكتور اللي هي الخلايا الجذعيه زي ما بنقول. مفيد جدا لما بنعمل له كومباينيشن مع البلازما، يعني لو حد بيعمل بلازما بس ده يضاعف النتيجه. وده برضو يعني ادى ثوره كبيره في حته عدد نمو الشعر. طب وبالنسبه للانواع دكتور، يعني انا نوع جهاز بحدد له طريقه العلاج، او العلاج هو اللي بيخليني احدد نوع الجهاز استخدمه؟ الانواع لو عايزين نتكلم على الانواع بالظبط، يبقى بص كل ليزر بيكون ليه حاجه اسمها كروموفور، او يعني تارجت معين، حاجه اللي بتشتغل عليها في الجلد، وعلى اساس ده بيعملوا وبينشئوا الجهاز كله عليه. يعني تلاقي الجهاز كله ده وبيشتغل على حاجه واحده صغيره، زي الميلانين في الشعر، زي مثلا الكيو سويتشد اندياج ده بيشتغل على الصبغه، الصبغه بتاعت الجلد، لو في وحمه صبغيه هتلاقي في صوره برضو معاك بيشتغل على الصبغات فقط. تمام. ممكن الالكسندرايد ليزر برضو ده بيشتغل على الميلانين بس ده بتاع الشعر، والاندياج بيشتغل بالعمق فبيشتغل للبشره السمراء اكتر. ده بالنسبه لازاله الشعر. فراكشنال ليزر اللي هو السي او 2 ليزر ده الكروموفور بتاعه او بيشتغل على الميه اللي في الجلد، بحيث ان هو يعرف يعني كل طريقه صحيح. علاج ليها جهاز معين انا بستخدمه وبقدر احدد من خلالها نوع الجهاز. بالظبط. طيب بالنسبه بقى للليزر يا دكتور، امتى اعرف انا محتاج ان انا اعمل ليزر، وامتى اعرف ان انا مش محتاج ان انا اعمل ليزر؟ في طرق كتير تانية غير الليزر استخدمها؟ بص طبعا السؤال ده يعني الدكتور هو اللي بيقوله لنفسه، في كل ما يشوف المريض لازم يسال نفسه، انا ده هبتدي له ليزر ولا اشتغل معاه بعلاجات او تقشير كيميائي او الحاجات اللي يمكن قديمه بتشخص شوية. الاول وبعد كده تقدر. فانا هسال نفسي في كل مره الليزر مناسب ليه دلوقتي ولا هستنى شويه عليه، هل ابتدي اعمل له تقشير كيميائي يعتبر حاجه ابسط من الليزر ولا اشتغل معاه الليزر على طول. دايما ممكن نبتدي بالاقل تكلفه والاقل يعني اهدى من حيث الالم ومن حيث المصاريف على العيان. فبنبتدي معاه بحاجات زي مثلا عنده تصبغات او عنده بقع في وشه من اثار حب شباب، نشتغل معاه تقشير كيميائي. طيب الصوره اللي معانا بقى ده دكتور عايز اعرف تشخيصك ليها ايه؟ هل هي عايزه ليزر ولا جراحه؟ دي وحمه صبغيه، ما ينفعش فيها جراحه، دي كان زمان برضو يقعد يقول فيها جراحه بس هتسيب اثار وتبهدل العيان خالص. دي معاها الكيو سويتشد اندياج، ده بيشتغل على الصبغات، طبعا بتاخد جلسات ومره كل شهر يمشي معانا شويه، كان قبل كده ملهاش حل. دلوقتي بقى ليها حل ان احنا اشتغلنا بالكيو سويتش ان دي ف بس هي بتطول معانا شويه، لان شايف لو شايف اللون الصبغه دي عميقه فهتطول في الجلسات، بس الفكره ان ليها حل، مش قبل كده كان يعتبر ملهاش حل. تمام. طيب الليزر بقى امن يا دكتور ولا بيسبب امراض زي ما احنا بنسمع؟ في ناس كتير يقول لك لا الليزر دلوقتي بيسبب امراض، يعني لا قدر الله، طبعا احنا بنسمع عن مرض الكانسر دلوقتي بيقول لك الليزر لا بيسبب مرض الكانسر، هل ده حقيقه فعلا ولا هو مجرد شائعات احنا بنسمع؟ يعتبر شائعه واكبر شائعه زي في البلد، يعني في مصر عامه وسط مناسب لنمو الشائعات دي عامه. من ساعه ظهور الليزر من الستينات لحد دلوقتي مفيش ولا حاله كانسر ظهرت من الليزر. ليه؟ هو بيشتغل على الطبقة السطحية من الجلد فقط وليس له أي آثار جانبية. ولما العلم يقول لك إن هو آمن في الحامل ده يديك على طول إن هو آمن في كل حاجة. سكر، ضغط، أي في استخداماته كلها. أي استخدام ما دام آمن في الحوامل يبقى آمن في كل حاجة. دي قاعدة يعني عندنا. تمام. طب هل في أمراض تانية بيسببها مثلا؟ مضاعفات تانية مثلا زي الحساسية مثلا؟ بص طبعا أي حاجة لازم يكون الإيد اللي بتستخدمها بروفيشنال. مع انتشار الليزر بقى في ناس كتيره بتحط ايديها في الليزر، بقى بيستخدموه كبزنس، فيجيبوا الجهاز واي حد فني يشتغل عليه يعمل مشاكل. مشاكل زي ايه؟ يعمل يحرق الجلد، يعمل بقع، ما يعرفش يحدد الجرعات المناسبه من الليزر او البالس ديوريشن، او يغير في البارامترز بتاعت الجهاز فيعمل مشاكل. بس الاستخدام البروفيشنال ليه اللي هو الطبيب فاهم وبيشتغل على الجهاز، لا يمكن يعمل اي اثر. يعني حضرتك كده تقدر تقول ان في دكاتره فعلا بتستخدمه خطا؟ بتسبب بقى للمريض لو مش فاهم
في اي حاجه عامه اللي مش فاهم فيها ممكن يسبب اخطاء. طيب إنما بالنسبه للصوره دي، انا اسف لقطع كلامك، بالنسبه للصوره دي ليزر ولا جراحه؟ دي احسن حاجه فيها السي او 2 ليزر، دي الحاله دي بيفور وافتر هي قدامك. ايه السي او 2 ليزر؟ السي او 2 ليزر اللي هو الجهاز ده، جهاز مخصص في ازاله حسنه، ازاله صنت، ازاله اي حاجه بارزه عن الجلد. زي الحاله دي قدامك هتشوف دي بيفور وافتر، وده في خلال حوالي اسبوعين، يعني هي بتعمل جرح بسيط مكانها يقعد يلم في 3 4 يعني ايام. يعني الاثر ده بيبقى جرح؟ طب بيسيب علامه بقى دكتور؟ ما يسيبش علامه. هو ده المميز فيه عن الطرق التقليديه زي الكي الحراري، كي التبريد، ازالته حتى بالجراحه، ان المميز فيه ده بقى ان ما يسيبش اثر توتالي زيرو. يخرج زي يعني بعد اسبوع او 10 ايام، قول اسبوعين يعني بعد ما نشيلها يرجع زي ما كانتش موجوده. وده المميز فيه قوي الليزر، يعني هو امن. يعني ده الجهاز يا دكتور اللي مسؤول عن لا ده الكيو سويتش اندياك، ده بتاع اللوحامات. مش ده اللي مسؤول، ده بتاع اللوحامات. اول جهاز خالص هتلاقي اللي اول هو جهاز اللي احنا كنا عدى عليه تمام. ده بتاع الشعر، ده بتاع الشعر. ده اكتر استخداما طبعا. ايوه. وده كذلك، وده السي او 2 ليزر ده. يعني ليه استخدامات كتيره خالص. اي حاجه بارزه عن الجلد يشيلها. لو جبنا صوره دلوقتي، في عندكم صوره اثار حب شباب، الاخرام بتاعت حب الشباب ده رهيب فيها. اه طبعا، كام جلسه ويبدا يصنفر الجلد، يساويه بالطبق ببقيه الطبقات، فيدي منظر لطيف ويحسن نوع الجلد، يخليه انعم، يديله نضاره. وده زي دي بالسي او 2 ليزر. شوف السي او 2 ليزر برضه. سي او 2 ليزر اي حاجه بارزه عن الجلد سي او 2 ليزر. بتعمل حساسيه يا دكتور للاجهزه دي؟ لا طبعا، ما ينفعش يكون لها حساسيه. هي مش ماده كيميائيه بحيث ان ممكن يكون عنده حساسيه منها. احنا بندي بنج قبلها، بندي حقنه بنج بابره الانسولين، يعني حاجه مش مؤلمه خالص. وبعدين ابدا. أنا بالنسبه للالم كنت هتكلم لسه فيه دلوقتي، كنت لسه هدخل في الليزر والالم. الالم ده بقى لازم نتكلم عليه شويه، لان الشائع جدا جدا عن الليزر ان هو يسبب الم. طيب احنا نطمن المشاهدين بقى ونعرفهم ان يعني الالم هل هو خفيف فعلا ولا ليه؟ ايه اللي خلى ان في شائعه ان في ان هو مؤلم؟ استخدام الاجهزه زمان، الاجهزه القديمه كانت تسبب الم فعلا. معذور تكنولوجيا والاجهزه، كل كام سنه بيتحدث جهاز. زي ايه الاجهزه القديمه دكتور اللي كانوا بيستخدموها؟ ممكن يكون نفس الويف لينث، مش هنقول اسامي شركات. لا طبعا. بس نفس الجهاز، مع عدم وجود جهاز تبريد. دايما جهاز الليزر ازاله الشعر دلوقتي معاه جهاز ملحق بيه تبريد، مخصص للتبريد. وايه حاجه مش هينه، ده حاجه بكام 100,000 يعني 200,000 ولا حاجه، ده فقط للتبريد. حرصا ان الجلسه تعدي على المريض، ان هو يطلع من الجلسه ما يسببش الم، ما يسببش الم. هو ده زي ما دخل زي ما طلع، فقط فقد الشعر جوه الجلسه. زي ما قلنا بقى في كنا بنتكلم على ايه؟ احنا ندخل في الالم، بس نرجع للصوره اللي برده بتوضح. صوره زي دي بجهاز كيو سويتش، زي ما قلنا الجهاز بتاع اللوحامات الصبغيه. لا بتاع اللوحامات الصبغيه اللي بيشتغل على الصبغه ده، دي حاله نمش اللي هو الفريكلز. تمام، بعالجها ازاي؟ دي عندي حلول كتير ليها. بداية من التقشير الكيميائي، ممكن في لو حالات بسيطة نستخدم لها كريمات فقط تفتيح، بس الأكيد فيها وأفضل حاجة وأحدث حاجة هو استخدام الكيو سويتش ليزر في علاج النمش. بشتغل على كل واحدة، بتروح في جلستين ولا حاجة. كنت شفت، لو شفت البيفور وأفتر في الحالة دي رهيبة يعني. أحسن يمكن، أحسن من التقشير الكيميائي طبعا. تمام، نرجع بقى للألم. يعني نرجع للألم بقى، نرجع لموضوعنا في بالنسبة لو رجعنا للألم، هنتكلم على الألم مرورا باجهزه الليزر كلها. مثلا جهاز السي او 2 ده لازم ياخد مخدر موضعي، لازم ياخد حقنه بنج قبل ما نشيل الحسنه او نشيل السنطايا او نشيل اي حاجه. او لو جينا نعمل صنفره للجلد بياخد كريم مخدر، بيقعد بيه نص ساعه او ساعه حسب درجه تحمل المريض، ونشتغل بيه مفيش الم خالص، الجلسه تمر بدون الم. بالنسبه لازاله الشعر، لان ازاله الشعر مثلا الشائع من جسم كله. احنا كنا نطلع من الالم وندخل في ازاله الشعر بقى بالليزر، بس نرجع بقى اول موضوع بقى نتكلم. هو هل في فعلا في تحاليل في، هل لا يصلح بس للسمراء؟ هل في ضعفات الليزر والحمل؟ كل ده احنا عايزين نتكلم فيه، وخاصه بس ندخل في الشعر الاول، في ازاله الشعر بالليزر يا دكتور. ازاله الشعر بالليزر، اول حاجه في ازاله الشعر بالليزر اختيار الجهاز المناسب لنوع بشرتك. البشره السمراء غير البشره الفاتحه. البشره السمراء يناسبها نوع من انواع الليزر اسمه الاندياج ليزر، ده طول موجي معين بيناسب البشره الغامقه. البشره الفاتحه اللي هو الالكسندرايت ليزر، ده اللي هو الشائع، الناس كلها بتجيب الكسندرايت وبتشتغل بيه الفاتح والاسمر، وده استخدام خاطئ للليزر، لازم يكونوا واخدين بالهم.
اللي عندهم الكسندرايد ليزر ما يستغلش بيه بشره غامقه. تمام. دي اول حاجه اللي هو احنا بنتكلم على امتى احدد نوع الليزر المناسب ليا في ازاله الشعر. تاني نقطه في ازاله الشعر عايز اشوف شويه تحليل قبلها. تحليل. لو الشعر زايد عن المعتاد يعني في زياده عن الطبيعي في نمو الشعر زي نمو الشعر في منطقه الشنب او الدقن في الوش. زياده الشعر في الجسم عامه زياده عن المعتاد لازم اطمن على اللي قدامي يكون في اي مشكله هرمونيه. فبنطلب شويه تحليل قبلها. وعلى اساسها بنحدد هل هناخد علاج تاني مع الليزر ولا هنشتغل ليزر بس. بس مش كل الناس ممكن نطلب لهم تحليل. مش لازم نطلب لها حتى جهاز الليزر ده. مش لازم اطلب لها تحليل، التحليل فقط عند ظهور يعني مشكله غير معتاده، يعني حاجه ابنورمال. انما في العادي الليزر بيقوم بالمهمه لوحده يعني. طيب المضاعفات بقى. مضاعفاتها ايه يا دكتور بقى بالنسبه للمريض؟ بالنسبه للمريض احنا لو اتكلمنا على ازاله الشعر يعتبر ما فيش اي مضاعفات نهائي. هو في شويه بريكوشن او شويه احتياطات بنعملها قبلها طبعا، ودي بالنسبه لي انا اكتر من المريض. المريض بيجي طبيعي ما يعملش حاجه. بالنسبه لي انا باخد احتياطات، ان انا لازم يلبس نظاره على عينه بحيث ان يقي عينه كويس من اشعه الليزر. طرق الوقايه اللي دي اللي انت بتتبعها في بالنسبه لازم لازم طبعا اكون واخد بالي عينه. اساسيات يا دكتور اي دكتور لازم يتبع؟ طبعا بالنسبه للليزر ازاله الشعر فقط الاحتياطات اللي واجب اتباعها هي ان نغطي عين العيان. اكتر من كده طبعا جهاز التبريد بيكون موجود وشغال كويس، حاجه تكون افيشنت بحيث ان تغطي ما يكونش في الم خالص في الجلسه. هو امن تماما في الحامل، ما لوش اي اضرار، فبالتالي ما فيش اي بريكوشن معينه وما فيش اي مرض معين اقول ما تعملوش ليزر يعني. ده بالنسبه لازاله الشعر. تمام. بس طيب في بقى هل يوجد بقى للليزر لاعاده نمو الشعر؟ احنا اتكلمنا عن الازاله، في بقى نمو نمو الشعر؟ دي بقى دي حاجه حديثه خالص بقى. دي حتى جاي منها اللي هي حاجه اسمها ليزر كاب. عباره عن في صوره كاب كده بنلبسه على راسنا. بتطلع نوع من معين انواع الليزر بطريقه بسيطه بتحفز بصيلات الشعر انها تنمو، بتزود الدوره الدمويه للشعر. دي مش بس ممكن نستخدمها لوحدها في حالات تساقط الشعر الخفيف مايل تو مودريت يعني حاجه بسيطه. طبعا الناس بتتاخر عامه عقبال لما تبدا تكشف. ده الجهاز يا دكتور؟ ده الليزر كاب. ده الليزر كاب. ده رهيب في اعاده نمو الشعر بس في الحالات المايل تو مودريت اللي هي البسيطه اللي لسه في الاول. عايزين نستخدم بقى الحاله شديده شويه سيفير بقى لازم تاخد معاها علاج سبراي او راس بلس جلسات بلازما او ميزو سيرابي. زي الحاله دي انا استخدم لها الجهاز اللي كان معروض يا دكتور؟ لا دي حاله تانية. دي فاين رينكلز، دي عباره عن بعض التجاعيد في الجبهه. طب دي ايه يا دكتور؟ دي استخدمنا لها بوتوكس. شوف الجبهه مشدوده ازاي. في فرق هنا، في تجاعيد وفي هنا خلاص. لو التجاعيد ابسط من كده كمان ممكن نستخدم الجهاز الفراكشنال ليزر. جهاز الفراكشنال ليزر بيصنفر الوش وبيشيل التجاعيد البسيطه اللي في الوش بدون استخدام بقى بوتوكس او فيلر او اي وسيله. لا احنا دخلنا كده في لسه هندخل فيها دلوقتي دلوقتي. بس نرجع الاول لنمو الشعر اللي حضرتك اتكلمنا عن الاي جرو. الاي جرو ده طبعا توتالي سيف برضو بيستخدم في الحوامل واخد حاجه اسمها الاف دي ابروف يعني موافقه منظمه الصحه الامريكيه. ما دام خد حاجه خدت موافقه منظمه الصحه الامريكيه يبقى هي امنه وفعاله نفس الوقت. بنضيف معاها بعض الجلسات زي البلازما او الميزوثيرابي. دي عباره عن جلسات بنسحب دم من المريض وبنفصله وبنحط عليه منشطات وبعدين نحقنها في فروه الراس. لما بنكومباين او بنجمع بينها وجلسات الاي جرو اللي هي بتاعت الليزر كاب دي بتدي نتائج محترمه يعني حاجه افيشنت. طب والشعر الابيض يا دكتور دخل في استخدامات الليزر برضه؟ والله الشعر الابيض ده مظلوم معانا. نفضل ماشيين على الصبغه وخلاص. الشعر الابيض ده ولا يعني ولا منه هنعرف نغيره الاسود باي حاجه يعني. كل العلم كله ما يقولش غير ان هو ياخد مضادات اكسده على شويه فيتامينز بحيث ان يقلل من ظهور الشعر الابيض. في نفس الوقت معانا في الريموفال او في ازاله الشعر ما يتشافش الليزر، ما يشوفش الشعر الابيض، فدايما مظلوم معانا يعني. الواحده طبعا دي نصيحه دايما اللي شعرها بيبيض وعايزه تزيل الشعر تلحق تزيله دلوقتي، لانه لو بيض كله مفيش ولا جهاز في العالم ليه سن معين يعني يا دكتور قصدك ولا هو في اي وقت؟ الليزر عامه ملوش سن. ملوش سن معين بدايه من الاطفال. لو طفله ومشعره في بعض الحالات بتبقى اطفال صغيرين مشعرين امن معاهم الليزر تمام. الفكره في الكبار دايما واحده مثلا اواخر الخمسينات او الستينات بدا عندها شويه شعر في الشنب في الدقن و
لسه بتشاور نفسها او مكسله او خايفه من ازاله بس الشعر. ما اعتقدش ان هم هيبقوا مهتمين بحاجه زي كده دكتور، لان السن برضو تقدم ما السن هو مش هيفرق معاه ان هو ان انا ازيل الشعر في السن ده بالليزر. لا ما هو بعض بص في التقدم العمر ساعات بيظهر شعر جديد في الوش. عارف انت الهرمونات الانوثه تقل فيبدا يظهر شعر بما يشابه الرجال في الوش، يحتاجوا ازاله شعر بالليزر والا هيبقى منظرهم مش لطيف. لو الشعر ابيض ساعتها ما فيش نتيجه، فلو الشعر بيبيض عندها هي تلحق تشيله بحيث ان هو معظمه اسمر فيتشال بالليزر، انما لو بيض كله ملوش اي ملوش حل. طيب الشعيرات الدمويه بقى اللي بالليزر يا دكتور ليها علاج طبعا؟ الشعيرات الدمويه دي بقى الليزر الاندياج اعتقد ان هي ليها مشكله برضو او ليها طريقه معينه. عامه دوالي الساقين او دوالي الساقين دي تطلق يعني رينج كبير من الشعيرات الدمويه صغيره الى الدوالي الكبيره. الدوالي الكبيره دي بيبقى حلاج راحه، دي مش تبعنا خالص، ملجا لهاش في الليزر. بنشتغل بقى. طب وامتى الجا للليزر؟ الليزر هنستخدمه في علاج الشعيرات الدمويه، الشعيرات الدمويه البسيطه دي بالاندياج ليزر ده رهيب فيها من الجلسه، وانت في الجلسه الشعيرات بتروح فدي ومن غير وجع برضو معاها التبريد بتاعها عامله نتائج ممتازه يعني في حته الشعيرات الدمويه دي. لو رجعنا تاني نتكلم على ايه؟ على الوحمات بقى، الوحمات الدمويه. ما هي الوحمات الدمويه الوحمات الدمويه ده هي نفس الفكره الدموية. بتاعت الشعيرات الدمويه نفس الويف لينس هنشتغل بيه على الوحمات الدمويه بالاندياج ليزر. وده الجهاز نوع الجهاز اللي انا بستخدمه في الحالتين دول. اي حاجه فيها فاسكولار او فيها وعاء دموي يشتغل على الاندياج ليزر. في جهاز تاني بيشتغل على بعض الوحمات الدمويه اسمه بلس الدايليزر. البلس الدايليزر ده بس ده مشكلته ان هو مكلف جدا، فمحدش يعني المؤسسات البحثيه فقط اللي بتجيب البلس الدايليزر ده. بيستخدم في بعض الوحمات الدمويه اللي ملهاش علاج بالاندياج، فلازم حتى الدكتور الاول يشخص شوف دي محتاجه بلس الداي ولا اندياج، ولا في بعض الوحمات بتروح لوحدها فما تاخدش اي جهاز ليزر خالص. ده بالنسبه للوحمات الدمويه. لو جينا نتكلم انا عايز اتكلم على الفراكشنال ليزر لان ده اهم حاجه نتكلم فيه. نوضحه للمشاهد. الفراكشنال ليزر في صوره معاك هتلاقيها برضو قبل وبعد في اللي هي الاخرام بتاعت حب الشباب. لان حب الشباب حاجه شائعه جدا، مفيش يوم يعدي بتسبب الاحراج النهارده، احراج وبتقلل الثقه في النفس. ناس كتير بتلجا للطرق البدائيه في حب الشباب نفسه وسواء في اثار. لو جينا نتكلم على حب الشباب نفسه، انا مش اي حد، في ناس كتير تيجي لي العياده تقول لي انا عندي حب الشباب وعايز اشيله بالليزر. لا دي وحمه دمويه، دي وحمه دموية. دمويه دي دي, دي حتى دي بلس الداي ليزر مش اندياج ليزر. البلس الداي ليزر ده رهيب برضو في الوحمات الدمويه دي. نرجع للفراكشنال ليزر او نرجع اكتر لحب الشباب. حب الشباب دايما هتلاقي في ناس داخله العياده انا عايز اشيل حب الشباب، انا قرفت من حب الشباب وعايز اشيله بالليزر. مفيش حاجه اسمها ان انا هشيل حب الشباب نفسه بالليزر. الليزر مستخدم لاثار حب الشباب. حب الشباب نفسه لازم ناخد له علاج الاول، يشخص يشوف نوعه اللي هو الانفلاماتوري او كوميدونا اللي هو رؤوس بيضاء وسوداء ولا حبوب حمراء ولا متكيس، وعلى اساس كل نوع بعالجه كل نوع ليه علاج لوحده. بس اللي نتفق عليه الليزر مش هيجيب نتيجه في زي اللي معانا ده دكتور، ده ولا احنا بنقول ليزر ده قلنا لسه في حاله، هتلاقي في حاله اخرام كتيره كده وبعد حوالي 5 6 جلسات الوش بقى يعني الى حد ما استعد نظافته. دي اقصى حاجه ان انا اخد في الجلسات؟ لا مش اقصى، هو مفيش حد ولا معين حسب نوع حسب الحاله بحدد عدد الجلسات اللي بتحتاجها من 5 ليمكن 10 جلسات كمان. ده انا ماشي دبل كيو سويتش، ده انا مش حب الشباب بقى عامه. حب الشباب اثاره بتتراوح من شويه يسيب بعض البقع اللي هي بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن الى الاخرام. الاخرام اللي هي البوكس كار او الايس بيك سكارز اللي هي عباره عن ندبات في الوش. دي الحل الامثل ليها هو الفراكشنال ليزر بعد من 5 ل10 جلسات طبعا على حسب الحاله. في حالات بتبقى بسيطه في حالات بسيطه بس يعني ان بندي رينج لان المتوسط دايما بيبقى كده يعني 5 جلسات ده اقل حاجه ل 10 جلسات حسب السيفيريتي بتاعت الحاله. بس بعد كام شهر او حسب الحاله برضه كام شهر من العلاج بحيث ان ما عادتش تطلع تاني. الهدف معايا في حب الشباب مش ان انا اعالجه دلوقتي ويطلع يرجع تاني، لا اهم حاجه نعالجه الغدد الدهنيه يحصل فيها ضمور فتقل في حجمها ما عادش يطلع تاني، ابدا ساعتها اقوم قايل انت دلوقتي نبدا نستخدم الفراكشنال ليزر. طبعا في طرق تانية غير الفراكشنال ليزر في اثار حب الشباب زي التقشير الكيميائي. لو جينا نتكلم حاجه بسيطه خالص، التقشير الكيميائي
التقشير الكيميائي بيشيل الطبقة السطحية وبما فيها من شوائب وأي تصبغات، وبيدي شوية نضارة برضو للوش، وبيقعد المريض أقل عدد أيام أقل في البيت. يعني دايما الليزر الفراكشنال ليزر ده بيقعد المريض شوية في البيت، بعدها الوش بيكون متقشر شوية فبيقعد شوية في البيت، يبعد عن الشمس، لازم احتياطات. دي الطرق اللي أنا أتبعها إن أنا أتجنب حب الشباب؟ لا، هو عامة حب الشباب دي لازم، يعني لو هو أنت عندك استعداد وراثي إن يجي لك حب الشباب هيجي لك حب الشباب. الفكرة في بداية علاجه، أنت تاخد الطريقة الصح لبداية علاجه، مش تروح الصيدلية ويديك كريم فيه كورتيزون. طب إيه المرحلة اللي أنا أتبعها في الأول يا دكتور قبل ما أوصل لمرحلة حب الشباب؟ أو أوصل لمرحلة ميؤوس منها مثلا إن أنا أعالجها بالليزر؟ دي أهم حاجة. ندبات حب الشباب ممكن تفاديها عن طريق بداية العلاج بدري. أول لما يبدأ يظهر حب الشباب يجب مراجعة الطبيب على طول. الطبيب طبعا على حسب ما يشوف مناسب، الغسول المناسب ليك، وقي الشمس المناسب ليك، العلاج نفسه بقى المناسب ليك اللي هيقلل إفراز الدهون في الغدد من الغدد الدهنية، بحيث ان يقلل ظهور حب الشباب، لان حب الشباب لو انت تسيبه شوية وتهمله في العلاج يبدأ يكون الندبات، ساعتها نبدأ بقى نخش في سكة الليزر. انما لو انت لحقته بدري، خدت العلاج مظبوط، قعدت زي ما اتبعت تعليمات الدكتور بالظبط، مش هتحتاج تعمل ليه. طب بس في ناس كتير بتلجأ للطرق البدائية او الاستخدامات البدائية اللي احنا بنلاقيها في السوق دلوقتي، تنصح بيها ولا ما تنصحش بيها؟ بص، الطرق البدائية دي دايما مفيش وراها غير مشاكل، سواء تكلفة على شغلك يا دكتور طبعا وفي التشخيص بالتحديد. يعني مش هقدر اقول لك ايه، 50% من مرضى حب شباب لازم يعدي على الصيدلية قبل ما يجي. مش قبل ما يجي، يعني قبل ما يفكر يراجع دكتور يعدي على الصيدلية، ياخد خلطة الكريمات دي تعمل له مشاكل زيادة، وبعدين يبدأ بقى يروح للدكتور يقول له حل لي حب الشباب وحل لي المشاكل اللي اتعملت أصلا من الخلطة اللي خدتها من الصيدلية. ساعتها طبعا أنا الأول أحاول أصلح ما أفسده بقى اللبخ اللي عمله ده. تمام، وتبدأ تعالج طبعا. وعالج علاج إن شاء الله يكون علاج يعني سليم، وبعدها أشوف محتاج ليزر أو مش محتاج ليزر. دكتور محمد أنا سعيد طبعا باللقاء ده جدا، يعني تعرف وقت إن حلقتنا بيجري بسرعة، أكيد هيكون لنا لقاءات أخرى إن شاء الله نتكلم فيها بشكل أكبر وبشكل أوسع في المجال ده. دكتور محمد عادل ابراهيم اخصائي الامراض الجلديه والتجميل، بشكر حضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا. اعزائي المشاهدين، كده بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا، عرفنا ايه هي طرق الجمال. في كل حلقه جديده ان شاء الله هنجيب طريقه جديده من طرق الجمال. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو دلال يبسى والسنادي لسه خاصة وابنة من طريقة ريقة للجمال، والجمال من غير بوليكا مش محتاج نيكا بأنتيكا، زي ما احنا ونانا اهو من غير مزيكا زيكا زيكا.